نبدأ أول كلامنا مع الستاندرد شيدر، ويمكن الستاندرد شيدر هي الخامة الأم في الأرنولد، وإن يكن مش أرنولد لوحده، يعني برضو في راي إحنا عندنا الستاندرد ماتيريال، وهكذا أفتكر في بقية الريندرز، فهي بتبقى هي الكور بتاع التكتشرز. يمكن أرنولد مختلف في حتة التكتشرنج دي، مختلف في حتة إزاي بنبني الشيدرز، لكن في الاول انت ممكن تستصعب الموضوع شويه او تتخض من شكل النتورك بتاع الماتيريال، بس ده انت مع الوقت انت نفسك هتشوف الشغل اللي انت نفسك عامله بايدك، انت هتتخض من اللي انت عامله، بس هو سهل، هو بس يتفهم، وهي شويه نودز، كل نود افهمها، حتى لو هتجيب ورقه وقلم وتكتب الوظيفة، ما تكتبش يعني مثلا لو احنا رحنا عملنا كرييت ارنولد سيرفس ورحنا عملنا ستاندرد سيرفس مثلا، هتطلع حاجة زي كده. انا اللي بقوله انك انت مش تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب كل واحد من دي بيعمل ايه، لا، النود نفسها، يعني مثلا دي اسمها ستاندرد سيرفس، الستاندرد سيرفس دي بتاعت ايه، تمام، هنكتب مثلا، اكتب مثلا عندك هي دي مثلا الكور تيكتشر ماب، او اللي هي الماب الاساسيه اللي بيشتغل عليها ارنولد. حطينا مثلا نود زي وليكن مثلا مثلا وليكن اللي هي نود زي الفلات، تمام، الفلات دي بتعمل ايه، بتحول الكالر من شيدد كالر لفلات كالر، فكده هو ده اللي اقصده، انك انت تكتب مجرد بس النود دي بتاعت كذا، دي بتاعت كذا، دي بتاعت كذا، اما بقى البارامترات والكلام ده كله خليها للممارسه، انك لو كتبتها هتحفظها، تمام، ولو حفظت مش هتفهم حاجه، تمام، فافهم الاول وبعدين احفظ، لكن مش تحفظ وبعدين تفهم. المهم احنا ازاي اصلا بنفتح البتاع اللي انا فتحته ده، واللي انا فتحته ده اسمه ايه اساسا؟ اللي اتفتح ده بنسميه ارنولد شيدر نتورك، تمام، ارنولد شيدر نتورك. بيجي منين؟ بيجي من كرييت ارنولد او شيدر، هقول له ارنولد شيدر نتورك. ودي الميزه، انا مش بحب اخش اعمل كده على فكره، مش بحب اجيب الماتيريال من هنا، بحب اشتغل هنا واشتغل براحتي، الا لو انا عايز حاجه سبيسيفيك بقى زي اللايت فلترز، زي تكتشر معينه، ومديك اشهر التكتشرز انت ممكن تستخدمها زي اتموسفيركس، لكن لو هخش اعمل تكتشرز بدخل على طول شيدر ارنولد شيدر نتورك، هيفتح لي النتورك شيدر، وفي نفس الوقت هيكريت لي هنا ماتيريال، هو كده كده بيكريت لك زي ماب او تيكتشر، بس بيكريتها فاضيه. طيب تعالوا الاول نضيق دي سنه، بحيث نبقى احنا شغالين، ونطلع على دي الكاميرا فيو كاميرا فيو بتاعتنا، واروح هنا على بلجنز سي 4 دي 2 اي، واروح على الاي بي ار ويندو. طبعا الاي بي ار هنا لوكد للكاميرا، خليني اعمل دي 75% مثلا علشان تبقى كل حاجه متشافه، لاني انا عايزك تشوف الفيو بورت، وعايزك تشوف الشيدر نتورك كمان، يعني عايز هنشتغل على الاثنين، تمام، تبقى بالمنظر ده كده، معلش يعني من شويه وقت كده بس اظبط الدنيا، بس تبقى بالشكل ده كده. جميل جميل. ازاي احط هنا ماب، او ازاي احط الستاندرد او الشيدر نتورك اصلا ده بيشتغل ازاي؟ عندي هنا ثلاثه بورت، دي بنسميها الاوت بوت بورتس. لو انا حطيت مثلا، على فكره الاختصار ده اللي هو لو انا عملت كنترول تاب هيديني، لا ده مستو هو زي السيرش ده، بس بيطلع في مكان ما انا واقف، طبعا اسكيب بتودي، ممكن تكتب الماب هنا، او ممكن انك انت تعمل كنترول مع تاب فتكتبها هنا. انا عايز ستاندرد سيرفس، بتكليك دبل كليك وتحطها هنا كده. بمجرد ما الستاندرد سيرفس بتنزل بيطلع لك البارامترز بتاعك هنا، كونك انك انت بتكونكت دي للبيوتي باس، طبعا انا مش عامل لها اساين على اي حاجه، فانا هاخد الماتيريال من هنا زي نظام سينما العادي، واقوم حاططها على الشيدر بول، تمام، اوتوماتيك
تمام هتظهر عندي في الاي بي ار. طبعا انا ممكن هنا اروح للويت واخلي الكالر ده اقل سنه كده. دي الاوتبوت. انا لو عملت كده فانا بشيل النود، او لو عملت كده طبعا كده مش بيتشال، او مش هيتفصل. لكن لو ضغطت عليه كليك هيتفصل، لو عملت كده هوصله، لو ضغطت كليك هيتفصل. تمام. فكون انه يوصل او يتفصل، هو مجرد ما يتفصل فهو مش هيظهر عندك زي ما احنا شايفين. لو انا خدت الاوتبوت عملت كونكت للبيوتي هيتابديت عندي هنا، لو انا شلته من البيوتي عملت كليك هيتشال. لو انا حابب ان انا مثلا على طول في شورت كات، لو انا عملت مثلا Alt W هي الشورت كاتس بتاعت الفيو بورت اللي قدامي ده، لو خدنا بان Alt W مع V بيقوم موصل ده لده، يعني Alt W V لو انا عملت كده Alt W مع V هيقوم موصلها على طول، هيوصل النود للبيوتي باس. لو عملت كده ورحت واخد الاوتبوت ده وموصله على الفيو بورت، فانا كده هشوف الشيدر بتاعي جوه الفيو بورت، بس هو مش هيشوف بالريفلكت والكلام ده كله. لكن لو انا عامل ايمج او حاطط صوره ممكن اشوفها جوه الفيو بورت. تمام. كالعاده لو هفصلها يبقى كليك هتتفصل. ده بالنسبه للبيزك بتاع حاجه زي كده. انا هوصل مثلا دي كده. اي شيدر في ارنولد ممكن انا اتحكم فيه عن طريق صوره، يعني لو عايز الكالر ده يبقى عباره عن ايمج فانا هروح اعمل كنترول تاب وهكتب ايمج. تمام. انتر. هيجيب لي هنا اي صوره وليكن مثلا خلينا نروح للمكتبه. assets 2D assets textures وافتكر انا كان عندي شوية حاجات للوود من شجر ستوك. هاخد مثلا حاجة زي شبه الباركي واقوم جاي عامل open. هيقول لي اعمل كوبي، هقول له لا. دي بالنسبه للايمج. خلي بالك من نقطه، طول ما الاي بي ار شغال البريفيو بتاع الماتيريال بيبقى واقف. فانا هروح هنا، طب انا عايز اكونكت دي دلوقتي للستاندرد او للنود دي في الكالر سلوت هنا المكان ده. عشان اعمل ده المربع الاحمر ده، على فكره هي نفس القصه بتاعت الاكسبريسو، المربع الاحمر ده الاوتبوت وده الانبوت. فانا باخد الاوت بقوم موديه للان زي ما احنا شايفين كده اهو، واسيب. فبيقول انت عايز توديها فين؟ انا عايز اقول له في المين بيز كلر، يبقى كده اوديها في المين في البيز كلر. بمجرد ما وديتها هلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا الايمج واضح ان التايلنج بتاعها مش مظبوط، يعني عايز تعمل تايلنج اكتر من كده. خلي بالك من نقطه مهمه قوي، ان ارنولد ما بيقبلش ماتيريال بالبروجيكشن بتاع سينما، يعني ده كده لازم تبقى يو في دبليو ماب. لازم ده كان لغايه اصدار 4، انا لسه ما عملتش تيست دلوقتي هل لو غيرتها هتظبط. يعني لو عملتها مثلا واتيفر سفيريكال مثلا ولا هيعبرها، لان هو له اصلا البروجيكشنز بتاعته، يبقى هو كده على قديمه كده، احنا ما غيرناش حاجه. تمام. فانا هروح لايمج، طبعا هتيجي الكلام ده كله، بس انا عايز اظبط التايلنج هنا. هي في شويه حاجات متغيره، يعني التايلنج هو بيسميها سكيل. تمام. فانا عايز اخليها مثلا 3 في 3 ولا حاجه، تمام. وافتكر ان هي كده افتكر ظريفة كويسة. لو رحت هنا ورحت هنا للروفنس علتها بس شوية فهلاقيها بالمنظر ده كده. الويت كل الكلام ده هنتكلم عليه. دي انا لو عايز الخامة ما يبقاش اللون بتاعها هو الغالب. تمام. المهم هو ده الجنرال ورك فلو في الارنولد. انا ممكن اخد نفس، طب انا عايز اعمل اديت
على الصوره دي، او اعمل دوبليكيت شيفت واسحب، اسف كنترول واسحب، هياخد دوبليكيت نفس الايمج، عايز احطها هنا للبامب، عايز احط بامب. تمام، فهنعمل ايه؟ هعمل الت تاب وهقوم قايل له بامب، في هنا بامب 2 دي، هو البامب 2 دي. خلي بالك ان البامب 2 دي هنا بياخد حاجتين، بياخد البامب ماب تمام، وبياخد البامب هايت. البامب ماب اللي هي التكتشر بتاعك، والبامب هايت اللي هي الايمج. فانا هديسكونكت دي من هنا، يبقى كده فصلتها خالص، لان دي هتدخل مع البامب ماب، وهنروح هنقول له دي البامب ماب تاني كده. معلش كان في لخبطة في اصدار الارنولد نفسه على فكرة، فانا هرفع الاصدار اللي مفيش لخبطة فيه، انا لسه منزله حالا كمان. يعني لو هنشوف حتى هنلاقي هنا about هنلاقيه 5.0.1.5. تمام، ده الاصدار الجديد كمان بتاع ارنولد. كان في مشاكل فعلا في الشيدرز، انا حتى لما لقيت المشكلة بتاع البامب دي جربت شيدرز تانية، ما كانتش اصلا، ما كانش الاوتبوت بتاع الستاندرد سيرفس بيروح لاي نود تانية، ما كانش بيروح لها اصلا. للاسف برضو الفيرجن ده ما اشتغلش، فتقريبا هو فيرجن 2.2 في باج معين ما بيكونكتش الاوتبوت، هو في حتة محددة ما بيكونكتش الاوتبوت بتاع الستاندرد سيرفس مع اي نود تاني، لكن عدا ذلك هو شغال كويس. فده طبعا بالنسبة لنا هيبقى مشكلة. فانا هكمل عادي جدا، بس انا رجعت ورا اصدار واحد اللي هو 4.2.16 لحد ما ربنا يوفق في اصدار ل 5 وممكن نكمل. لكن لحين احنا هنكمل شغلنا عادي جدا، ويمكن انا دي جت مصلحة يعني هضم مع الشرح مجموعة شيدرز قوية جدا في ارنولد اسمها AL Shaders. AL Shaders للأسف ما عادش زي ما قلت، ما عادش بيعمل لها سبورت ارنولد 5، بس بصراحة فيها مميزات قوية جدا حتى كمان عن ارنولد 5 اللي كنت استخدمتها قبل كده. المهم نكمل شرحنا عادي جدا. ادي التكتشر، نخش على النيتورك شيدر، ناخد دي هنا وناخد دي هنا. زي ما قلت انا عايز اعمل بامب، يعني عايز اعمل بامب. عشان اعمل البامب ده هقوم رايح هنا واعمل الت تاب، وفي الالت تاب هقوم جاي كاتب بامب واخد بامب 2 دي. البامب دايما جري سكيل زي ما احنا عارفين، والبامب بيبقى اخر حاجه بتوصل في الارنولد بيوتي بعد الستاندرد. فانا هفك دي واقوم رايح واخد دي حاططها هنا للبامب، واقول له ان دي البامب ماب، واوصل دي بدي. لحد حالا هو مش هيديني اي حاجه، هيديني اسود، لان هنا المفروض ان انا اقول له ان لسه في البامب هايت. فانا هاجي على دي واضغط كنترول واسحب دي لفوق، واقوم موصل دي هنا كده، واقوم قايل له ان دي هي البامب هايت. اوبس اسف انا غلطت، معلش دي الشيدر، معلش دي في الشيدر، اما الماب فهتبقى في البامب ماب. تمام بالشكل ده. طبعا هو عمل بامب، بس البامب زي ما احنا شايفين عالي قوي. خلي بالك البامب هنا الهايت بتاعه بواحد سنتي. تمام، انا شايف انه عالي. يعني انت لو طبعا دي المفروض حفر في الخشب، فالحفر واحد سنتي كتير قوي في خشب. لو قلت له مثلا 0.3 افتكر ان هي هتبقى اظبط واحسن. خلي بالك ان البامب زي ما قلنا جري سكيل، انا لسه دي ما هياش جري سكيل. عشان اعمل دي جري سكيل عندي حلين، اما ان انا اعتمد على الكالر كوركت نود، ولو انا مسكت دي كده وضغطت على الت وانا بسحبها هيحطها لي في الحته دي، فانا هقوم رايح واخد دي واسحب، اقوم قايل له انبوت، واقوم مطلع دي موديها للبامب ماب. الهدف من الكالر كوركت نود ان انا في الساتوريشن اقول له دي ساتوريت. طب انا عايز اعرف هي يعني ايه دي ساتوريت، او انا مش شايف هنا. بسيطه، خد دي وديها للبيوتي عشان تبقى انت شايف الماب بتاعك، هي هتبقى بالشكل ده. تمام، الحتت السوداء هتدخل لجوه، الحتت البيضاء
هتطلع لبره. طب انت عايز تتحكم فيها اكتر من كده كمان. في الحاله دي انت ممكن تحط هنا حاجه اسمها الرامب، رامب فلوت. مش عايز اقول لكم الرامب فلوت دي كميه استخداماتها كتير جدا. انا ضغطت الت وسحبتها فوق النود، هيقول لي انسرت افتر ولا بيفور ولا ريبليس ولا ريبليس. لا انا هقول له انسرت افتر، حطها لي بعدها. طب انت هتكونكت مين؟ هقول له هكونكت الانبوت. تمام، مش عارف هي ايه اللي حدفها بعيد كده، فهنسحبها بس هنا وناخد دي كده. طبعا على فكره الحركه جوه الشيدر نتورك زي حركتك في الفيو بورت بالظبط، الت وميدل كليك والت وليفت، الت وميدل كليك والزوم. في الرامب فلوت انا معلش انا عملت كونكت باي اكسيدنت هاخد الرامب فلوت دي واديها للبيوتي بحيث ابقى شايفها. تعالوا بقى بصوا كده، الرامب فلوت هي انتوا عارفين الكيرف اديتور او الكيرفز افكت الكيرفز زيه. انا هاجي هنا تمام وهشتغل ابيض واسود، شغله بدوس. انا هاجي على دي مثلا، بصوا لو رفعت دي كده فانا برفع او بديها هايت ابيض. لو رفعت دي كده وخدت دي مثلا كده فانا بغمقها كأوفرال. كده مثلا ممكن اعمل انفرت. لو عملت لو خدت دي رفعتها فوق وخدت دي نزلتها تحت فانا كده عملت انفرت للكيرف. لو دي عملتها زيرو او عملتها واحد ودي بقت صفر زي ما انتم شايفين، اتعمل انفرت للكيرف. فهي الرامب فلوت بتخليني زي ما قلت اتحكم في التكتشر بتاعي. انا هنا عايز ارجعها زي ما كانت، انا هخلي ده زيرو وهخلي ده واحد. طبعا هي عالية قوي فانا هعمل رايت كليك واقوم قايل له ريسيت عشان اعمل ريسيت للكيرف. كل الحكاية انا هعمل هنا لما نعمله ريسيت بيضيع الدنيا، فانا عايز اقول له انتربوليشن سبلاين و ننزلها سنه كده بس، يعني كاني بعمل كونترست مش اكتر. بعد كده ممكن اروح هنا في الكالر كوركت نود نفسها واروح لكونترست دي وازودها سنه لو انا عايز البامب يبقى بارز قوي زي ما احنا شايفين، مش مرجح بصراحه. ممكن الجامه نفسها تنزل شويه بحيث ما يبقاش مش عايز الابيض يبقى عالي قوي في الخامه دي، وهنا ممكن ازود الكونتراست كده يبقى الحفر زاد لكن الابيض مش هيبقى باين قوي. لو انا رحت المره دي وديت دي او زي ما اتفقنا الت دبليو في هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده بقى الخامه شكلها ازرق واحسن لان انا خفيت شويه الابيض اللي موجود في التكتشر فبقى البامب مقبول شويه. ده بالنسبه للجنرال ورك فلو جوه الارنولد شيدر نتورك، انا بشتغل جوه ازاي، الخامات بتسلم او النودز بتسلم لبعضها ازاي. دي اشهر النودز اللي هنتعامل بيها على فكره، اللي هي الكالر كوركت نود والرامب فلوت نود والبامب 2 دي. لسه عندنا النورمال والايمج طبعا اكيد، ولسه عندنا كمان مش عايز اقول هتبقى بقى ايدينا ورجلينا في الشغل اللي هي اللاير كلر نود، فيها شويه كلام كتير جدا. اشوفكم في المحاضره اللي جايه عشان نبدا نشرح مع بعض الستاندرد نود ونتكلم على البارامترز اللي موجوده فيها.